كان في آخر دقيقة في المباراة. هنا البعض قال إن الخطأ ده لا يستحق إنذار، ده كان في دقيقة 7، هنشوف الخطأ ارتكب بإهمال ولا تهور ويستحق إنذار أو لا. ده كان الإنذار الأول للاعب النادي الأهلي، لمدافع النادي الأهلي. هنشوف يا سيف، بص يا سيف، هنا الخطأ يرتكب بإيه؟ خطأ عادي صح، يعني لا يستحق إنذار. ولكن ليه محمد فاروق ادى إنذار؟ لأن لو لاعب بتروجيت نجح في المرور وما ارتكبش ضد الخطأ، كان عنده مساحة خالية كبيرة يقدر يروح على المرمى ويعمل هجمة واعدة. فهنا الإنذار ليس الخطأ ارتكب بإهمال، والإهمال ما فيهوش إنذار، ولكن الإنذار هنا لقطع هجمة واعدة، كان بغرض تكتيكي من لاعب النادي الأهلي عشان يقطع هجمة واعدة. أحيي محمد فاروق الحقيقة على تطبيقه للقانون بشكل رائع، وهنا الإنذار يستحق، وهنا الخطأ يستحق إنذار فعلا لقطع هجمة واعدة لنادي بتروجيت. يمكن لعيبة الأهلي مستغربة، ولكن ده الفهم الجيد والتطبيق الرائع من الحكم خلال المباراة للقانون. طبعا هنشوف في حالة تسلل، هنشوف في حالة تانية، هنا حالة مرور منع بجسم، يعني هنشوف هي لم تحتسب. يا ريت لو نعيتها كده مرة تانية، هل منع فعلا منع بجسمه بواضحة. ده انت خلاص بقيت محلل. هنشوف حط له الكوره اهو ما بين رجليه وراح نجح انه يلعب. لا، هنا في فعلا هنا في خطا، وانا اتفق معاك يا سيف ان الخطا هنا منع الخصم من المرور في استجابه الكوره او من الوصول للكوره. هنا ده مسك بالجسم الحقيقه، مسك بالجسم لو كان فيها تعرض او اذى كان اداله انذار. لا، هو المسك كان الغرض منه ايه؟ منع التقدم ومنعه من الاستحواذ على الكوره. تمام، فالانذار موجود، كان يجب يحتسب الخطا وانذار. يمكن دي الحاله الوحيده اني اختلف فيها مع محمد فاروق الحقيقه، لان الخطا كان موجود، مسك بالجسم، وكان اللاعب يستحق انذار الحقيقه. هنكمل الحاله اللي بعد كده. هنا في خطا، لكن في اتاحه فرصه رائعه كانت ممكن تنتج عن هجمه خطره لبتروجيت. هو امتنع عن تطبيع الكوره لان الفريق هيستفيد، الفريق اللي معاه الكوره هيستفيد من هجمه خطره، فسمح باتاحه الفرصه، وده تطبيق رائع الحقيقه للقانون، لان هنا الفريق الراجل ده كان يقدر يروح الحقيقه، او قدر ان هو يروح. هنا الخطا موجود في 100%، خطا هنا موجود، ولكن محمد فاروق خلاص طبق قاعدة ويت اند سي، انتظر ثم قرر، وسامح باستمرار اللعب، وكان تطبيق جيد للفرصة لتحت الفرصة الحقيقية. هنشوف هنا في سقوط للاعب بتروجيت، هل كان في احتكاك او لا مع شريف اكرامي. هو مكمل في رجل شريف، هنشوف يعني هو شريف مسك الكورة اهو، خلاص شريف مسك. هو الحقيقة في سقوط منه، شريف نجح فعلا في لعب الكورة، في سقوط شريف اللي مسك الاول يا كابتن. شريف طبعا مسك الكوره لا وجود لاي خطا، هو عامل فولو ثروم في شريف بالظبط. هنا شريف مسك تماما لا وجود لاي خطا الحقيقه، ويمكن هو فولو ثرو يا ياسر، اعتقد محمد رجب مهاجم بتروجيت لو حبيبي يا ياسر هتبان من هنا تماما شريف نجح في لعب الكوره. هو راجل حتى سقط، هو حاول يتفادى شريف الحقيقه، ولكن لا وجود للخطا على الاطلاق، وقرار صحيح من محمد فاروق. بيعدوها من اكتر من زاويه الحقيقه، مفيش الحقيقه خلاص مسك اهو رايح، واضحه مفيش اي مشكله، حتى مفيش اي لا ده ما عملش حاجه خالص يا كابتن، على ما لمسوش اصلا، قلت لك عشان كده شيك بقى بيقول له انت وقعت ليه. بالظبط، بس هو وقع مصاب، باين كان في حاجه. هو الحقيقه انا لاحظت هو الكعب رجليه قفشت في الارض، يمكن الانكل او حاجه زي كده، هو اصيب الحقيقه في هذه الحاله. هو بيقع اخذ راس شريف، واضح ان في حاجه في الانكل فعلا، التواء في الانكل. هنشوف الحالة دي، محمد احتسب، واضح ان الراجل داخل الحقيقة بعنف جدا، يعني دي لو الاسترز انذار، هو ما لبس الاسترز، ما لبس في وش قدم لاعب النادي الاهلي، لكن لو لبس كانت ممكن نفكر في القوة زي ده، لكن هنا في دخول بتهور. كنت اتمنى مع احتساب الخطأ ان كمان يكون في انذار للدخول بتهور، اعتقد من شبيطة لاعب بتروجيت. هنشوف حالة، الحالة دي الحقيقة محمد فاروق بعد ما احتسب الخطأ راح كده، يمكن الكابتن احمد اعترض شويه، كابتن احمد حسن راح اتكلم معاه بشكل محترم الحقيقه، لكن هنشوف هل في دفع باليد من المدافع رقم 4 او لا لجون انتوي. واضح ان في دفع الحقيقه، ودفعه ماسك كمان، يعني
او اليد اليمنى واليسرى الحقيقه في دفع واضح هو اللي ادى الى سكوت جون انتون انتوي. القرار الحقيقه صحيح والخطا كان موجود. طبعا الحاله اللي شوف محمد فاروق فين، انا جايب الحاله دي عشان محمد فاروق تالتهم يعني فين؟ تالتهم بيفتح زاويه رؤيه، هنا ممكن يحصل اي خطا، هيشوفوا ازاي الحكم ان ما كانش قريب وفتح زاويه رؤيه رائعه. هنا طبعا ما فيش اي خطا اي حاجه، ولاعب الحقيقه بتروجيت اعتقد اسامه محمد اعتقد حجز على كورته بشكل قانوني 100%، وده اللعب العادي الحقيقه. شوف محمد كان بيحس بالخطوره دي، اهم لعبه في المباراه دي لعبه الهدف. هل كان هناك تسلل على عماد متعب في البدايه؟ ما استفادش منها كابتن، فما تبقاش تسلل. طب نكمل يعني، انت واضح ان انت مذاكر كويس. بص، هل هو تسلل ولا لحظه لعب الكوره؟ اصل اختلفنا فيها مع كابتن وائل جمعه. بص لحظه لعب الكوره تسلل، بس ما المسهاش. بص هنا دي لحظه لعب الكوره، مفيش تسلل. لكن هنتكلم، بص لاعب الابيض اهو، مش تسلل، مش تسلل. لكن هنقول ان هي هنفترض ان هي فيها تسلل. عماد متعب في موقف تسلل، هنكمل؟ نكمل؟ امتى نحاسبه بقى لو كان في موقف تسلل عماد متعب؟ لو هنوقف هنا، هنوقف هنا. عماد متعب عمل ايه؟ هل اشترك مع لاعب بتروجيت؟ هل تنافس في لعب الكوره معاه؟ ما راحش على الاطلاق ولا تنافس معاه. هل لمس الكوره؟ لو روح لو الكوره راحت له مباشره ولمسها او لعبها يبقى تداخل في اللعب. تداخل في اللعب مش موجود، تداخل مع خصم مش موجود، ان هو راح وحاول ينافس لاعب بتروجيت على الكوره ما كانش موجود، اذا لا وجود للاتصال على الاطلاق. والهدف بعد كده ما فيش اي شبهه فيه الحقيقه. بس دي فيها نوع خبره برضه من عماد متعب، ان هو شاف نفسه متسلل خلاص ساب اللي قدامه. ده الخبره، ده اللاعب اللي فاهم القانون، لان لو راح خلاص هيبقى تسلل. لو راح وتنافس على الكره مع مدافع بتروجيت كان التسلل يكون موجود بالتداخل مع خصم. طبعا الهدف هنا صحيح 100%، وانا احيي المساعد عبد الفتاح جريش الحقيقه، هو وضياء سكران النهارده الحقيقه تميز في حالات التسلل بشكل كبير. وبنواصل مسلسل التفوق للمساعدين الحقيقه في خلال مباراه الدوري. على فكره كابتن دورهم مهم جدا 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 الحقيقه. طبعا حكام المساعدين دور مهم جدا، مع ان كمان التسللات بتبقى صعبه جدا في مواقف كتيره، لازم التركيز والتمركز الجيد هم اللي بيساعدوا المساعدين على اتخاذ الشوط الثاني كان محتاج 5 دقايق وقت بدل ضايع. انا شايف ان الشوط الثاني يعني الماتش الحقيقه حتى الكرة ما وقفتش كتير، لكن انا شايف 3 دقايق كان هيكون مناسب جدا. 3 دقايق وقت بدل ضايع. تدي كام لمحمد فاروق؟ لا النهارده الحقيقه المباراه ما فيش اي مشكله لمحمد فاروق، اديله 8.5 في مباراه كانت سهله تحكيميه، بس هو اداؤه الحقيقه عشان من يعني ما نقللش من 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 حقه، اداؤه سهل الحقيقه ان هو اللاعبين يتقبلوا القرارات، لان كلها كانت قرارات صحيحه. مساعدين الحقيقه عملوا مباراه رائعه، جميع التسللات قدروا يظبطوها بشكل رائع. اديهم 9/10 ضياء وعبد الفتاح عريشه. الحقيقه الماتش تحكيميا كان ما فيهوش اي مشكله.